السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. موضوعنا النهاردة بسيط جدا وهام جدا في نفس الوقت، اللي هو برمجة أزرار لوحة المفاتيح. لو حضرتك رحت كده مثلا تشتري منتج من السوبر ماركت، بتلاقي الشخص اللي شغال على برنامج الكاشير أو الكاشير من اللي واقف ده، لما بيجي يستخدم البرنامج بتاع الكاشير غالبا ما بيحتاجش الماوس، هو بيمسك المنتجات وعلى طول عايز يعمل فاتورة جديدة، بيستخدم مثلا مفتاح F1 F2 وبيمسك المنتجات ويروح جاي مقرب المنتج من الباركود، وبمجرد ما المنتج بيجي قدام الجهاز الباركود بيقرأ على طول المنتج وبيدي لك سعره وبياناته، وبعد كده بيروح جاي طابع الفاتورة برضو من الكيبورد، وبعد كده بيعمل فاتورة جديدة من الكيبورد، نادرا لما بيحتاج لمين؟ للماوس. يبقى اذا برمجة الزراير ان البرنامج بتاعك بدل ما يشتغل بالماوس وتعتمد على لوحة المفاتيح، ده امر مهم جدا. وميزة كمان بتضيفها لبرنامجك، يعني انت برنامجك ممكن يشتغل من الكيبورد وممكن يشتغل من لوحة المفاتيح، ممكن يشتغل بالماوس. لو جينا بصينا على البرنامج بتاعنا، هو شغال زي الفل اهو. لو كتبنا هنا اي رقم وهنا اي رقم تاني وضغطنا على اجمع، قال لي 11 ومفيش مشكلة. طيب انا عايز بقى ان انا ايه، انا لسه اهو كنت بضيف هنا كده بدل ما هو يقول له بس اجمع، فكنت بقول له والله لو ضغط المستخدم على مفتاح F1 من الكيبورد نفذ لي نفس الامر البرمجي والاكواد البرمجية الخاصة بزرار اجمع. فروحت جاي كده على جنب زرار اجمع ورحت كاتب له لما يضغط برضو المستخدم على F1 من الكيبورد خليه ينفذ الاوامر البرمجية اللي موجودة داخل الزرار. يبقى لو داس F1 من الكيبورد يجمع، ولو داس بالماوس على زرار اجمع يجمع. ولو شكله جالك بالشكل ده كده، عارفين ان في خاصية خاصة بأدوات التحكم اسمها رايت وليفت. لو انت شغال برنامج لغة عربية وواجهة عربية خليها يس، علشان رايت وليفت تبقى يس، هتبص تلاقيها اتظبطت قدامك، بدل ما تكون لو انت اجنبي تخليها نو. يبقى ظبطت كده شكل الزرار بتاعي، وقلت له انه لو ضغط المستخدم من الكيبورد على F1 هيشتغل، ولو ضغط على زرار اجمع هيجمع. تعال نجرب اهو، كتبت اي رقم وهنا اي رقم، وبعد كده ضغط F1 من الكيبورد مفيش اي حاجة حصلت. طب ضغط اجمع اشتغل. ليه بقى يا شباب؟ لان احنا محتاجين نبرمج من الكيبورد زرار F1. وعلشان نعمل القصة دي، اول حاجة لازم تظبط خاصية هوايات البروبرتس ويندو Alt وانتر. في خاصية خاصة بالفورم اللي شغال عليها اسمها Key Preview، والديفولت بتاعها بيكون قيمتها فولز. يبقى اول خطوة علشان ابرمج الزرار بتاع الكيبورد، لازم اخلي الكي بريفيو يكون قيمتها ايه؟ ترو. تعالى كده نبص مع بعض. يبقى الخطوة الاولى لازم الكي بريفيو بالنسبة للنموذج تكون قيمتها ترو، وده اللي انا عملته قدامك اهو. جيت على فورم 2 اللي شغال انا عليها دلوقتي، وقلت له خلي الكي بريفيو بتساوي ترو. بعد كده يا شباب عايزين نبرمج الكيبورد، لما يضغط المستخدم على مفاتيح من الكيبورد النموذج ده يستجيب ليها. يبقى وانا كده برضو موجود في البروبرتس ويندو، اروح منقول للايفنتس او الاحداث. الاحداث الخاصة بمين؟ مش بالزر، لا، الاحداث الخاصة بالنموذج ككل. لان انا ممكن يبقى عندي F1 وهنا F2 وهنا F3 وهنا F4، يبقى انا عندي كذا F، يبقى ما ينفعش اشتغل على كنترول او اداة تحكم خاصة، هشتغل على مين؟ على الفورم 2 كلها. خدنا قبل كده الفورم 2 لود، وخدنا حدث اسمه شوين، وهناخد دلوقتي واحد جديد اسمه كي داون. عندما يضغط المستخدم على مفتاح من الكيبورد ايه اللي يحصل؟ اهو بتقول له هنا كي داون، لما يضغط المستخدم على مفتاح وانت موجود في النموذج نفذ الكود البرمجي التالي. وعلشان نقدر نكتب الكود ده، ان لما المستخدم يضغط F1 برمج لي الزرار اللي ضغط عليه ده ويخليه ينفذ اوامر برمجية، لازم نتنقل للفصل الخامس اللي هو خاص بجملة التحكم الشرطي if statement. وفي if statement عايزين نعرف مكوناتها كده بسرعة، ومكوناتها سهلة جدا جدا. اولا بتبدأ جملة if statement بالامر البرمجي if، وينتهي بend if، وبين if وend if اكتب جملة ولا اتنين ولا مية يتنفذوا. امتى؟ لما الشرط ده يتحقق، وبعد الشرط بنكتب then. يبقى if وthen وشرط ومين؟ وend if. تمام. يبقى الاول انا عايز ابدأ الامر البرمجي بتاعي،
هقول له ايه زي ما هو لسه قايل اف. لو ايه اللي حصل بقى يا شباب؟ لو حصل ان ضغطه المستخدم من الكيبورد كانت بتساوي اف 2 اقول له ازاي؟ هقول له الايفنت دوت كي كود، يعني لو ضغط المستخدم من الكيبورد بيساوي ضغطته دي كانت بتساوي ايه، واقول له كيس هات لي كل المفاتيح نقطه. المفاتيح اللي في الكيبورد كلهم موجودين قدامك اهو، انا محتاج منهم الزرار اللي اسمه ايه اف اهو، اول ما تدوس اف جالك كل الافات اف 1. يبقى اذا ضغط المستخدم في الحدث اللي هو الكي داون ضغط على مفتاح اف 1 كانت بتساوي، يعني حصل انه ضغط على اف 1، اعمل ايه؟ بننهي جمله اف بعد الشرط بالامر زن، وبعد كده اول ما تضغط انتر اتكتب لك مباشره اند اف. اعمل ايه؟ سهله جدا، انا بقول له اذا ضغط من الكيبورد على اف 1 روح جاي على طول نفذ لي الاوامر البرمجيه اللي متسجله في الكائن اللي اسمه بطن 1 واللي بتحصل لما المستخدم يدوس كليك. يبقى الامر البرمجي ده موجود فين؟ الاوامر البرمجيه اللي هتتنفذ موجوده في الزرار اللي اسمه بطن 1، عندما يضغط المستخدم عليه كليك. يبقى بكل بساطة نقول له روح رايح للزرار اللي اسمه ايه بطن 1، وبعد كده اعمل ايه دوت، قول لي بقى ايه انت يا كمبيوتر نفذ بيرفورم كليك. يعني انت يا كمبيوتر لو انا ضغطت اف 1 من الكيبورد وكانت اف 1 مظبوطة روح انت اضغط كليك نيابة عني على بطن 1. تعال كده نجرب البرنامج ونبدأ نكتب اي ارقام اهو 8 مثلا واي رقم تاني، وبعد كده من الكيبورد انا ضغطت اف 4 ما حصلش حاجه، اف 3 ما حصلش حاجه، اف 2 ما حصلش حاجه، اف 1 راح جاي منفذ الاوامر البرمجيه وعمل بيرفورم كليك على بطن 1 كانك ضغطت من الماوس كليك على بطن 1. يبقى برضو نتعلم هنا ان في قاعده اف اذا كان الشرط ده حقيقي وتنفذ وكانت اجابته ترو بيتم تنفيذ الجمل البرمجيه اللي بعد زن، واذا ما كانش بيروح على طول عامل ايه؟ بيروح على طول مطنش ومتجاهل قاعده اف. لما دوس اف 4 واف 3 واف 2 طنش قاعده اف كانها مش موجوده لحد اند اف وتجاوزها وكانها مش موجوده. انما لما تحقق الشرط وضغطت من الكيبورد على اف 1 على طول نفذ لي الامر البرمجي ده، ممتاز جدا. طيب في طريقه تانية؟ ايوه في طريقه تانية على فكره، انت ممكن برضو انا كتبتها لك اهو في الكتاب، ممكن برضو تقول له ايه انت روح لاسم الكائن بتاعي اللي اسمه ايه، الكائن بتاعك اهو اسمه بطن 1 والحدث اسمه كليك، وبنفصل ما بين الكائن والحدث بتاعه بشرطه سفليه. لا يا عم خدهم كوبي وقول له برضو اضغط لي كليك بس بطريقه مختلفه، بطن 1 اندرسكور كليك، يعني اعمل لي كليك على بطن 1. بس الموضوع بقى ان الطريقه دي بيبقى ليها 2 بارامترز، وبما اننا مش هناخد اي بارامترز فهقول له nothing كوما nothing، يعني برضو قلت له نفس الكلام بالظبط. قلت له بعد اذنك اعمل ايه، اضغط لي كليك الحدث كليك على بطن 1 وما فيش اي بارامتر. طيب تعالى كده، اذا تحقق الشرط ده وكان المستخدم ضغط على اف 1 هيتنفذ الامر ده، اذا ضغطت على اي مفتاح تاني هيتجاهل جمله اف كانها مش موجوده. تعالى نشغل، نجيب البرنامج بتاعنا وضغطت هنا مثلا اي رقم، طبعا لسه بستخدم الماوس في كتابه الارقام، ودوس اف 2 مفيش حاجه، اف 3 مفيش حاجه، اف 4 مفيش حاجه، اف 1 هيتنفذ بالفعل. تحقق الشرط البرمجي انك ضغطت على اف 1 وبعد كده رحت للبطن 1 وعملت عليه كليك وظهرت لي النتيجه. جميل جدا. طيب بالمره بقى بما اننا عرفنا ازاي نبرمج مفاتيح من الكيبورد، انا عايز المستخدم اول ما ينفذ البرنامج ده يستخدم على طول الكيبورد، يعني ما يستخدمش الماوس خالص. اول ما البرنامج يشتغل يجي له هنا مؤشر الكتابه الاول، وبعد ما يكتب هنا الرقم بتاعه يدوس مفتاح انتر من الكيبورد يروح منقول هنا، وبعد ما يضغط انتر من الكيبورد يروح جاي مطلع له الناتج. يبقى كده برضو هنضيف ميزه جديده انه لو ضغط اف 1 من الكيبورد او ضغط على مفتاح اجمع يجمع، او لو ضغط هنا او اول ما البرنامج يشتغل يكتب هنا ويضغط انتر يتنقل هنا ويضغط انتر يجيب له الناتج مباشره. يبقى محتاجين نطور في مين يا شباب؟ محتاجين نطور في الكي داون بتاعتنا. هي فيها كام جمله اف؟ فيها جمله اف واحده،
ممتاز جدا. نروح جايين بقى مبرمجينها، بس قبل ما نبرمجها في الحدث كي داون بتاع الفورم 2، انا عايز الاول اول ما البرنامج يشتغل المؤشر اللي جه هنا كده في الناتج يبقى موجود فين؟ في الرقم الاول. وليها طرق كتيرة جدا جدا، من اسهلها الخواص اللي احنا درسناها الخاصة بادوات التحكم. انت عندك كام تكست بوكس؟ 3. هات Alt و Enter وهات الاول. انا هجيب كده مين؟ اول تكست بوكس، واجيب الاحداث الخاصة بتاعته. فينا عندنا خاصية اسمها Tab Index، والتاب اندكس هنا واخده رقم كام؟ 27. يعني هيوصل له بعد 27 ضغطة من تاب، قول له لا خليها رقم 1. يبقى بمجرد ما البرنامج يشتغل، بما ان التاب اندكس هنا رقم 1، هنبص ايه اللي هيحصل. هيروح على طول مؤشر الكتابة ظاهر لي فين؟ ظاهر لي جوه التاب اندكس 1. يعني خليها اول حاجة متركز عليها. او خدنا طريقة تانية غير الخصائص والخاصية التاب اندكس، ان لما البرنامج يشتغل روح على طول وديه للتاب اندكس خليها تبقى رقمها 1. خدنا خاصية تانية في الايفنتس اسمها في الفور 2، خدنا حاجة اسمها فورم 2.شوين. لما يظهر لي النموذج قدام عينين المستخدم، خلي قلنا زمان تكست بوكس 1. اعمل لها ايه؟ تركيز. ادي فوكس اهي. يبقى في كلا الحالتين اول ما البرنامج يشتغل هيحصل تركيز على تكست بوكس 1 ومؤشر الكتابة يكون موجود فيه. طيب كتبت رقم هوم الكيبورد وضغطت انتر، مفيش اي حاجة حصلت. انتر يديني صوت ومفيش حاجة بتحصل. يبقى محتاجين ان احنا نعمل ايه؟ نروح للكي داون بتاع الفورم 2 ونضيف له مجموعة جمل اف جديدة. نقول له ايه؟ سهلة خالص خالص، بس محتاجين مع بعض نركز. هقوله بعد اذنك، اذا البرنامج اشتغل اف، ان البرنامج اشتغل وكانت تكست بوكس 1 ماله دوت، مش فوكس بقى، هقوله ايه؟ فوكس. اذا كان التركيز موجود في البرنامج على تكست بوكس 1، كويس كده، انا لقيت بالفعل التركيز موجود في تكست بوكس 1 اند، وايه كمان؟ والمستخدم ضغط، لسه قايلينها من شويه اهو، والمستخدم ضغط من الكيبورد اي دوت كي كود بيساوي كيس دوت انتر، وادي انتر اهي، وانت وانتر. يعني اذا كان اذا البرنامج اشتغل ولقيت التركيز على تكست بوكس 1، وده بالفعل انا عملته اهو عشان وديت التركيز على تكست بوكس 1، وربطت بمعامل اسمه اند. ولو جينا رجعنا للفصل ده كده هنلاقي اند ده بيعمل ايه. اند ده جميل جدا، بقولك لو عايز تربط شرطين منطقيين مع بعض. اذا جاء احمد ومعاه محمد يدخلوا المحاضرة، اذا جاء احمد او محمد يدخلوا المحاضرة، فبكتب الشرط الاول وبستخدم المعامل اند او اور، وبعد كده بكتب الشرط التاني. فبقول له والله اذا كان المستخدم، اذا كان التركيز على تكست بوكس 1 اند المستخدم عمل ايه، والمستخدم ضغط على مفتاح اندر من الكيبورد، اذا الشرطين دول تحققوا مع بعض اعمل ايه؟ انقل التركيز لتكست بوكس 2 اهو دوت فوكس. يبقى انقل التركيز على تكست بوكس 2 كده. ينفع؟ ينفع. في طريقة تانية، فيه لو واحد قال ان تكست بوكس 1 دوت فوكس بيساوي ترو، لو كتبتها ينفع ولو ما كتبتهاش؟ ما هو ده برضو الايه؟ الافتراضي بتاعه، بس احنا هنكتبها علشان خدنا علامة اليساوي وما نتلخبطش. يبقى ده الشرط الاول اذا حصل ان كانت تكست بوكس 1 مركز عليه التركيز وضغط المستخدم انتر من الكيبورد، انقل التركيز لمين؟ لتكست بوكس 2. تعال نجرب اهو، ورحت كاتب اي ارقام من الكيبورد وضغطت انتر، اعطاني صوت من الكيبورد عشان يعرفني انك اتنقلت لتكست بوكس 2 ونكتب فيه الرقم اللي احنا عايزينه، ونضغط انتر ما اتنقلش ليه لتكست بوكس 3، لان احنا لسه ما برمجناش ان لما يبقى التركيز على تكست بوكس 2 ويضغط انتر اتنقل لتكست بوكس 3 وطلع لي الناتج. طيب يا شباب، علشان نعمل دي محتاجين برضو نتعلم حاجة تانية، ان احنا جملة اف الشرطية مش عندنا منها واحدة بس، احنا عندنا حاجة اسمها نستد اف،
اكتر من جملة اف مع بعض. وتعالى كده نبص عليهم قبل ما ندرس الامر التالت. في جملة اف المتداخلة بتبدأ بجملة اف وبعد كده شرط وبعد كده كلمة زن وبتنتهي في الاخر بايه؟ باند برضو اف. طيب ايه بقى الجديد عندنا؟ ان انت بعد اف الاولى ممكن تعمل كذا شرط وتحط ايلس اف ايلس اف. اذا تحقق الشرط ده نفذه، ما تحققش شوف الشرط التاني، ما تحققش شوف الشرط التالت، وهكذا. نرجع لبرنامجنا. فانا قلت له هنا لو كان التركيز على تكست بوكس 1 وبعد كده المستخدم ضغط انتر 2 اللي على تكست بوكس ايه 2. طيب ونقدر نقول له ايه بقى؟ ونقول له ايلس اف. او اذا كان التركيز برضو نفس الكلام ده كده ممكن ناخده كوبي اهو ونروح بعد ايلس اف. او كان التركيز على مين؟ او اذا كان التركيز على تكست بوكس 2، يبقى انت كده كنت التركيز موجود في تكست بوكس 2 والمستخدم ضغط انتر انقل لي بعد كده الموضوع على ان تكست بوكس ايه 3. تمام جدا. تعال كده نجرب البرنامج اشتغل. كتبت اي رقم في تكست بوكس 1، ضغط انتر، اتحقق الشرط، التركيز اتنقل على تكست بوكس 2 اللي هي الشرط التاني. التكست بوكس 2 دوت فوكس دلوقتي وانا ضغط انتر، لسه ما ضغطتش انتر، وضغط انتر اتنقل لي التركيز على تكست بوكس 3. وممكن برضو نقول له والتركيز بيتنقل على تكست بوكس 3 هنا، اعمل بعد كده ايه؟ اعمل لي بعد كده على طول، او ممكن ما تقولوش تكست بوكس 3، تقول له روح لبطن 1 بقى الجزء اللي لسه قايلينه من شويه، بطن 1 دوت كليك، وبعد كده تديله المعاملات اللي هي بتاع ايه nothing و nothing كوما، وبعد كده برضو قول له ايه nothing. يبقى كده ايه اللي هيحصل؟ ما هو اوتوماتيك هتنقل التركيز على تكست بوكس 3 لانه هينفذ لي الامر البرمجي ده وهيروح على طول عامل ايه ظاهر لي الناتج. يبقى المستخدم والله لو كتبنا رقم وكتبنا رقم وراء ضغط F1 هيحصل انه يحصل ايه؟ انه يتحقق انه يتحقق الامر بتاع اف 1 من تعامل اتنين جمله اف اهو. اذا ضغط اف 1 نفذ لي الاوامر البرمجيه بتاع بطن 1 وظهر لي الناتج. او ان انت كنت بتكتب مثلا كده اي ارقام بايدك انتر، كتبت الارقام الثانيه انتر، يروح على طول التركيز بنقول تكست بوكس 3 ويظهر لي الناتج. لو عايز التركيز برضو يظهر لك بتاع تكست، يبقى التركيز في تكست بوكس 3 سهله اهو، نروح حاطين هنا كده تكست بوكس 3. وبكده يا شباب من خلال الحدث اللي اسمه كي داون الخاص بالنموذج بتاعك تقدر تحط مجموعه جمل اف. ادي دي جمله اف الحاله الاولى، اذا المستخدم ضغط من الكيبورد على اف 1 نفذ لي الاوامر البرمجيه للبطن 1. او ان المستخدم اول ما البرنامج يبدا اذا كان التركيز في مربع النص الاول والمستخدم ضغط انتر انقل التركيز لمربع النص التاني، واذا كان التركيز في مربع النص التاني والمستخدم ضغط انتر نفذ لي الاوامر البرمجيه بتاع الجمع، وبعد كده اعمل ايه؟ خلي التكست بوكس 3 عليه التركيز. وطبعا علشان نضمن ان البرنامج بتاعنا يكون كمان صح 100% ما فيهوش اي مشاكل، اعمل ايه؟ بص كده الاله الحاسبه اول ما بتظهر بيبقى موجود فيها صفر بشكل افتراضي. طيب نروح جايين كده على طول ونشغل برنامج واوريك المشكله. ضغطت انا اف 1 مباشره حصل لي مشكلة، قال لي ازاي ان انا هجمع حاجات واشتغل وتكست بوكس 1 فاضي وتكست بوكس 2. يبقى الت انتر نجيب البروبرتس ويندو بتاعتهم ونخلي القيمة الافتراضية لتكست بوكس 1 صفر وتكست بوكس 2 صفر. وبكده اذا شغل المستخدم البرنامج وما كتبش اي ارقام وداس اف 1 مباشرة ما يحصلوش مشكلة والبرنامج يعطله الناتج. طيب اذا كتب ارقام وداس انتر وكتب ارقام وداس انتر يطلع له برضو الناتج. واحقاقا للحق يعني الفكرة دي مستوحاه من البشوانس بحراوي، لانه برنامج الكاشير انت لو لاحظت ان الباركود بيقرأ بيانات المنتج، الموظف بيحط الباركود كده قدام المنتج بياخد بياناته ويكتبها على طول هنا في الفاتورة، يعني بيكتب لك اللي هو الايه
الصنف وكوده وبياناته والكمية بتاعته وسعره، وبعد كده مباشرة بيحصل انتقال التركيز للصنف الجديد علشان لما يحط المنتج الجديد يكتب بياناته في خانة جديدة. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.